الرئيس السيسي يهني أبطال مصر في دورة الألعاب البارلمبية باريس 2024 ويؤكد أن نجاحهم يمثل علامة مضيئة لمصر. الرئيس السيسي يشدد على محورية دور مصر والسعودية كركيزة أساسية لاستقرار المنطقة. مدبولي يؤكد أن أولوية الإنفاق خلال المرحلة المقبلة ستركز على مجالات التنمية البشرية بالتوازي مع تحسين مستوى معيشة المواطن. السادسة صباحاً في القاهرة، الثالثة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية تأتي حضراتكم من القاهرة. مرحباً بكم، والبداية مع زميلتي أمل صالح. مرحباً بك أمل. أهلاً بك حنان وأهلاً بحضراتكم. توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة إلى أبطال مصر في دورة الألعاب البارلمبية باريس 2024 الذين رفعوا اسم مصر عالياً في الفاعليات الدولية، وهم محمد المنياوي الحائز على الميدالية الذهبية في رفع الأثقال، رحاب رضوان الحائزة على الميدالية الذهبية في رفع الأثقال، محمد صبحي الحائز على الميدالية الفضية في رفع الأثقال، وفاطمة محروس الحائزة على الميدالية الفضية في رفع الأثقال، صفاء حسن الحائزة على الميدالية البرونزية في رفع الأثقال، وندية فكري الحائزة على الميدالية البرونزية في رفع الأثقال. المنتخب البارلمبي للكرة الطائرة الحائز على الميدالية البرونزية. وأكد الرئيس السيسي أن نجاحات اللاعبين المصريين مثلت علامة مضيئة لمصر، وتأتي إثباتا أن المصريين قادرون دوما على التحدي وتخطي الصعاب. كما أكد الرئيس السيسي أن عزيمة وإصرار أبطال مصر تعتبر مبعث فخر لأبناء هذا الوطن الكريم. شدد الرئيس السيسي على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين ومحورية دور الدولتين كركيزة أساسية لاستقرار المنطقة، لا سيما في ظل التحديات الجسيمة والمتصاعدة التي تتطلب مواصلة وتكثيف التعاون بين البلدين. جاء ذلك خلال استقباله الأمير عبد العزيز بن سعود ابن نايف ابن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي وعصام بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي. كما اجتمع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث وجه الرئيس السيسي بتوفير التسهيلات اللازمة لزيادة معدلات الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص المصري والأجنبي، كما وجه باستمرار التوسع في منح الرخصة الذهبية للمستثمرين في القطاعات الرئيسية ذات الأولوية للجانب المصري. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي والدكتور عصام بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي، وذلك بحضور اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بالإضافة إلى سفير صالح بن عبد الحصيني سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة. ذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن وزير الداخلية السعودي نقل للسيد الرئيس تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، حيث أعرب السيد الرئيس من جانبه عن تقديره لشقيقه عاهل السعودية وولي العهد، مشددا على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين ومحورية دور الدولتين كركيزة أساسية لاستقرار المنطقة، لا سيما في ظل التحديات الجسيمة والمتصاعدة التي تتطلب مواصلة وتكثيف التعاون بين البلدين. وقد شهد اللقاء في هذا السياق تأكيد الأهمية التي يكتسبها التعاون المشترك والتنسيق المكثف بين مصر والسعودية في مواجهة التحديات والمخاطر الأمنية المشتركة التي تفرزها ظروف المنطقة، خاصة في مجال مواجهة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة والجريمة المنظمة العابرة للحدود، فضلا عن تصاعد الجرائم الإلكترونية، وهو ما يمثل تحديا كبيرا يتطلب تكامل الجهود للحد من هذه المخاطر التي أضحت تتخذ أنماطا جديدة ومتغيرة، بما يفرض مواصلة التطوير والتدريب المشترك لمواكبة تلك المتغيرات وتعزيز جهود حفظ الأمن والاستقرار.
كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد استعراض محاور استراتيجية النهوض بقطاع الاستثمار والتجارة خلال الفترة المقبلة في إطار رؤية مصر 2030، والتي تم إعدادها بالشراكة والحوار بين مختلف أطراف العملية الاستثمارية والتجارية في مصر، حيث تتضمن الاستراتيجية هدفا رئيسيا يتمثل في تحقيق تقدم ملموس وواسع في ملفي الاستثمار والتصدير من خلال خطط موسعة لجذب الكيانات الاستثمارية الكبرى في العالم للاستثمار في مصر في عدة قطاعات، خاصة القطاع الصناعي باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي للدولة، فضلا عن تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري اعتمادا على استقرار السياسات النقدية والمالية وتعزيز الالتزام بوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تهدف لتقوية دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتوفير البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، فضلا عن فتح أسواق جديدة للتصدير بالتعاون والتنسيق مع المجالس التصديرية ومجالس الأعمال المشتركة. وقد وجه السيد الرئيس بتوفير التسهيلات اللازمة لزيادة معدلات الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص المصري والأجنبي، والبناء على ما شهدته الفترة الماضية من نمو معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر واستمرار التوسع في منح الرخصة الذهبية للمستثمرين في القطاعات الرئيسية ذات الأولوية للجانب المصري، على رأسها قطاعات الصناعة والطاقة الخضراء والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة والرعاية الصحية، وذلك على النحو الذي يحقق مستهدفات الدولة في التنمية الشاملة. أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن أولوية الإنفاق خلال المرحلة المقبلة ستركز على مجالات التنمية البشرية بالتوازي مع العمل على تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي وإعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص وتحسين مستوى معيشة المواطنين. جاء ذلك خلال اجتماع مدبولي مع وزير المالية أحمد كوجك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة. وقال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إن الاجتماع أكد أن الإنفاق العام خلال المرحلة المقبلة سيراعي بشكل أكبر البعد الاجتماعي بما يسهم في احتواء أثر الإصلاحات الاقتصادية. وأضاف أن الاجتماع شهد أيضا التأكيد على استمرار السياسات المالية في دعم عملية الإنتاج والتصدير والمضي قدما في خفض معدلات الاستثمارات العامة، وذلك لصالح رفع معدل الاستثمارات الخاصة مع التركيز على الاستثمارات الموجهة للصناعة والتصدير. تابع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان دكتور خالد عبد الغفار مؤشرات توافر الأدوية بالسوق المحلي، وذلك بعد قيام هيئة الدواء المصرية بتعزيز كميات إضافية من المستحضرات الدوائية خلال شهر أغسطس وأول سبتمبر الجاري. يأتي ذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتوفير المستحضرات الدوائية سواء المستوردة أو محلية الصنع التي يعتمد إنتاجها على المواد الخام المستوردة وتوفير البدائل للأدوية المهمة حرصا على صحة وسلامة المرضى وتوفير احتياجاتهم الدوائية. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن هيئة الدواء المصرية قامت بضخ كميات إضافية من أدوية أمراض السكر وأمراض القلب والتهابات المعدة وفرط نشاط الغدة الدرقية وعلاج الأورام والمضادات الحيوية وأدوية الحقن المجهري، مؤكدا متابعة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان عن كثب لأزمة نواقص الأدوية والمتوقع انتهاؤها خلال الأشهر القليلة المقبلة. استقبل الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لدى مصر تشون جونز والوفد المرافق له لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك لتطوير القطاع الصحي بمصر. وأكد نائب رئيس الوزراء على تعزيز أواصر التعاون المشترك بين الوكالة ووزارة الصحة والتوسع في تنفيذ المشروعات المشتركة القائمة وتنفيذ مشروعات جديدة. وتضمن الاجتماع مناقشة عدد من المقترحات الخاصة بفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك فيما يتعلق بكل جوانب التنمية البشرية،
فضلا عن تحقيق التعاون لتنفيذ أهداف مبادرة بداية التي تستهدف تحقيق التكافؤ بين الوزارات للاستثمار في رأس المال البشري وبناء الإنسان صحيا واجتماعيا وتعليميا، وذلك في إطار الاهتمام ببناء الإنسان المصري في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية. التقى دكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج خلال الزيارة التي يجريها حاليا إلى أبو ظبي مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة أن وزير الخارجية نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى شقيقه الشيخ محمد بن زايد، مشيرا إلى اعتزاز مصر بالتواصل المستمر مع القيادة السياسية الإماراتية من خلال الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى، مؤكدا حرص القاهرة على أن تمثل هذه اللقاءات قوة دفع لمؤسسات الدولتين من أجل العمل على مزيد من التعاون والتنسيق بالشكل الذي يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين. من جانبه أكد رئيس الإمارات على تقديره الكامل للقيادة المصرية وما يكنه لمصر وشعبها من محبة وتقدير كبيرين، كما أشاد بما حققته مصر من إنجازات خلال العقد الأخير تحت قيادة الرئيس السيسي. أعلنت مؤسسة حياة كريمة استمرار فعاليات المعسكر التدريبي الثالث للشباب تحت شعار أجل يوث، وقالت المؤسسة إن المعسكر استقبل شباب مدن القناة بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل تأهيل الشباب الجامعي والمتطوعين عبر ورش عمل تفاعلية عن مجموعة متنوعة من الموضوعات مثل التعريف بالقضية الفلسطينية والتفكير الإبداعي وأهداف التنمية المستدامة والصحة النفسية والتغذية السليمة. تتواصل اليوم فعاليات النسخة الأولى من منتدى الإعلام الرياضي تحت عنوان إعلام رياضي محترف، وينعقد المنتدى بالشراكة بين الشركة المتحدة للرياضة ومنتدى مصر للإعلام وشركة 30N بالتعاون مع رابطة كتاب كرة القدم البريطانية. تحل اليوم الذكرى 72 لعيد الفلاح والذي يوافق يوم إصدار قانون الإصلاح الزراعي وإعادة توزيع ملكية الأراضي الزراعية من يد الإقطاع إلى صغار الفلاحين وإنشاء جمعيات الإصلاح الزراعي والهيئة العامة للإصلاح الزراعي. اهتمام كبير أولته الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقطاع الزراعة، حيث وضعت الدولة الفلاح على رأس أولوياتها لتحسين معيشته وتدشين المشروعات القومية التي تساعده. في يوم عيد الفلاح نتعرف على جهود الدولة لدعم الزراعة والمزارعين في العرض التالي مع الزميل لؤي أباضة. أهلا بكم. أولت الدولة اهتماماً كبيراً بقطاع الزراعة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث وضعت الفلاح على رأس أولويتها لتحسين معيشته وتدشين المشروعات القومية التي تساعده في الحياة عبر مشروعات التوسع الأفقي في استصلاح الأراضي الزراعية ومشروعات الدلتا الجديدة وتشكى ومستقبل مصر والريف المصري.
وسعت الدولة لزيادة إنتاجية الفدان من خلال التوسع في إنتاج التقاوي المعتمدة ذات الإنتاجية العالية وتوفيرها للفلاحين بأسعار مناسبة، كما قامت بتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية لبعض المحاصيل بهدف تسهيل التسويق ووضع سعر مناسب للمحاصيل الزراعية للقضاء على ظاهرة الاستغلال التي كان يتعرض لها الفلاح. كما اتجهت الدولة لتوعية الفلاحين بالطرق الحديثة للزراعة والري ليحصلوا على أكبر كمية إنتاج ممكنة من خلال تعريفهم بأوقات الزراعة المثلى والأنواع المناسبة وكيفية الوقاية من الأمراض، فضلا عن تطوير القطاع الزراعي ورقمنته من خلال نظام تكوين المحاصيل ومشروع منظومة الحيازة الإلكترونية أو ما يعرف بكرت الفلاح، بجانب دعم الفلاحين ماديا من خلال القروض الميسرة. كما بدأت الدولة أيضا في تغيير نظم الزراعة والري إلى طرق حديثة مثل الزراعة داخل الصوب والري بالتنقيط والرش، بالإضافة إلى آلاف المشاريع والمبادرات التي تهدف لتحسين معيشة الفلاح على رأسها مبادرة حياة كريمة. كذلك أوقفت الدولة ضريبة الأطيان الزراعية منذ 6 سنوات، وألغت ديون بعض المتعثرين لدى البنك الزراعي المصري بهدف تخفيف الأعباء عن الفلاحين. وتحتفي مصر في 9 سبتمبر من كل عام بعيد الفلاح تكريما لدوره في تطوير الزراعة والاقتصاد والأمن الغذائي، حيث يوافق هذا اليوم إصدار قانون الإصلاح الزراعي عام 1952. كما حرص الرئيس السيسي دوما على دعم الفلاح وتسخير كل الإمكانات اللازمة لتوفير حياة كريمة له، لرفع معدلات الأمن الغذائي والاستراتيجي للدولة وزيادة الصادرات المصرية من المحاصيل المختلفة. ومن أجل توفير العديد من فرص العمل تمت زيادة حجم الاستثمارات الموجهة للقطاع بأكثر من 5 أضعاف، حيث توفر المشروعات الزراعية الملايين من فرص العمل، أبرزها مشروع 1.5 مليون فدان الذي وفر 3 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. كما من المقرر أن يوفر مشروع الدلتا الجديدة نحو 5 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2025. وتبرز من بين مشروعات الدولة التنموية لدعم قطاع الزراعة مشروع تشكى الخير والذي أقيم على مساحة 1.1 مليون فدان، ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456,000 فدان، ومشروع تنمية الريف المصري بمساحة 1.5 مليون فدان، إلى جانب مشروعات أخرى في جنوب الصعيد والوادي الجديد، حيث يسير العمل في هذه المشروعات بأقصى معدلات الإنجاز تحقيقا لأهدافه المنشودة. مشاهدينا الكرام، كان هذا استعراضا لبعض الجهود التي قامت بها الدولة من أجل دعم قطاع الزراعة والمزارعين لتمكين الدولة من تحقيق الأمن الغذائي وسط أزمات وتحديات متشابكة ومتلاحقة. شكرا على طيب المتابعة. ترتكز استراتيجية مصر في قطاع الزراعة على تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحسين أوضاع العاملين في هذا القطاع الحيوي. المزيد في التقرير التالي. جهود كبيرة بذلتها الدولة على مدار السنوات العشر الماضية من أجل تحقيق الأمن الغذائي، فعملت بالتوازي وبخطى واثقة على إنجاز العديد من المشروعات القومية الزراعية والحيوانية والداجنة والسمكية، وذلك بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية. ومن بين المشروعات التي تنفذها الدولة مشروع تشكى الخير الذي أحياه الرئيس عبد الفتاح السيسي مجدداً، والذي يعد نموذجاً ناجحاً للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص، الذي يعد شريكاً رئيسياً في مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة في القطاعات كافة. كما يعد مشروع تشكى الخير واحداً من أهم المشروعات القومية في مجال الزراعة لتوفير المنتجات الزراعية المختلفة للدولة، خاصة السلع الاستراتيجية وأهمها القمح، من خلال استصلاح واستزراع حوالي 600,000 فدان حول منخفضات تشكى في إطار خطة توسيع رقعة المساحة المزروعة في مصر. مشروع تشكى الخير لم يكن الوحيد، بل أطلقت الدولة عدداً من المشروعات القومية الزراعية لتأمين غذاء المصريين، ومن بينها مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة الذي افتتح الرئيس السيسي المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية به وبدء موسم الحصاد 2024، هذا بالإضافة لمشروعات الدلتا الجديدة وتنمية شمال ووسط سيناء ومشروع تنمية الريف المصري.
فضلا عن مشروعات أخرى بمحافظات الصعيد والوادي الجديد. وفي ظل الأزمات العالمية المتلاحقة التي عصفت بمعظم الدول، بالإضافة إلى الزيادة السكانية المتنامية، استطاعت الدولة تحقيق اكتفاء ذاتي من محاصيل مثل الأرز والذرة البيضاء والذرة الرفيعة والدواجن وبيض المائدة والألبان، بالإضافة إلى تحقيق اكتفاء ذاتي وفائض للتصدير من الفاكهة والخضر. تلك المشروعات القومية العملاقة وضعت الدولة على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث أضحى قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تشهد نمواً ملحوظاً بعدما استطاع بجدارة تحقيق الأمن الغذائي للمصريين. دعت العديد من الاتحادات والمؤسسات الفلسطينية المجتمع الدولي إلى إنقاذ المدارس الفلسطينية من الإبادة التعليمية التي تتعرض لها على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي. بينما يستعد الطلاب في معظم الدول لدخول العام الدراسي الجديد حاملين الأحلام والطموحات، يواجه طلاب غزة كارثة إنسانية غير مسبوقة، فقد أبادت الحرب الإسرائيلية مدارسهم ومراكزهم التعليمية وسط تنديد دولي بالعدوان الغاشم على القطاع. العديد من الاتحادات والمؤسسات الفلسطينية أصدرت بيان موقف يدعو المجتمع الدولي إلى إنقاذ المدارس الفلسطينية من الإبادة التعليمية. الأطراف الموقعة على البيان طالبت بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحماية التعليم من الهجمات المسلحة، طالبت المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية لحماية التعليم في فلسطين من الهجمات العسكرية الإسرائيلية التي تهدف إلى الإبادة الجماعية والتطهير العرقي للشعب الفلسطيني. كما طالب البيان بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإعادة إعمار غزة بما فيها إعادة إعمار البنى التحتية التعليمية في القطاع، ومساءلة إسرائيل عن جرائمها بحق التعليم والأطفال وهدم المدارس، فضلا عن وجوب اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدارس باعتبارها أماكن توفر الحماية والأمان للطلاب والمعلمين. ووفقا للأمم المتحدة، فقد أسفر قصف الاحتلال الإسرائيلي عن تدمير نحو 80% من المدارس في غزة، ومنذ ذلك الحين عمدت إسرائيل إلى تدمير البنى التعليمية في القطاع وحرمت نحو 620 ألف طالب من إكمال تعليمهم. كما بلغ إجمالي الطلبة الذين استشهدوا في حرب الإبادة الجماعية نحو 25% من إجمالي عدد الشهداء، إضافة إلى استشهاد 397 معلما و 117 أستاذا جامعيا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة تولكرم بالضفة الغربية من المحور الغربي، ترافقها آليات عسكرية ثقيلة وجرافة، وتمركزت القوات في محيط دوار العليم والمعروف باسم دوار المحاكم، حيث شرعت في تجريف البنية التحتية للمنطقة وسط تحليق مكثف لطائرات استطلاع على ارتفاع منخفض. كما اقتحمت جرافات الاحتلال حارة المدارس في مخيم تولكرم من مدخله الشمالي الرئيسي، وقامت بتدمير واسع للبنية التحتية في المخيم، ما أدى إلى تعطيل شبكات الاتصال والإنترنت في المنطقة. قتل 5 مدنيين على الأقل وأصيب آخرون جراء عدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف عددا من المواقع في محيط مدينة مصياف بريف حماة في سوريا. كما أعلنت وكالة الأنباء السورية نقلا عن مصدر عسكري قوله إن العدوان الإسرائيلي استهدف أيضا عددا من المواقع العسكرية في المنطقة الوسطى، ما أسفر عن استشهاد 3 أشخاص وإصابة آخرين.
أعلن رئيس هيئة الانتخابات الجزائرية إعادة انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون لولاية ثانية بنسبة تناهز 95% من الأصوات. وقال محمد شرفي إنه من أصل 5630 مليون صوت مسجل حصل تبون على 5320 مليون صوت، أي ما يعادل 94.65% من الأصوات. تحصل كل مترشح حسب العد التنازلي على ما يلي: أولا المترشح الحر السيد تبون عبد المجيد قد تحصل على 5,329,253 صوت، ما يمثل نسبة 94.65%. اثنين المترشح الثاني السيد حسان الشريف عبد العالي عن حزب حراكة مجتمع السلم قد تحصل على 178,797 صوت، ما يمثل نسبة 3.17%. ثالثا المترشح الثالث السيد أوشيش يوسف عن حزب جبهة القوى الاشتراكية قد تحصل على 122,146 صوت، ما يمثل نسبة 2.16%. وتولى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الرئاسة لأول مرة في عام 2019، سبقها العديد من المناصب الوزارية والإدارية، نتابعها مشاهدينا في العرض التالي. كشف استطلاع رأي حديث تقاربا شديدا بين نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الديمقراطية للرئاسة كاميلا هاريس والرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب في ثلاث ولايات متأرجحة، وذلك قبل يوم من المناظرة الرئاسية المنتظرة بين المرشحين. وأظهر استطلاع رأي أجرته شبكة CBS نيوز أن هاريس تتقدم على ترامب في ويسكونسن وميتشيغان وبنسلفانيا، وتعد هذه الولايات الثلاث حاسمة لفرص أي من المرشحين في الفوز بالبيت الأبيض. تبحث الدول الغربية بين الحين والآخر سبل التوصل إلى صيغة للسلام تنهي الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، وذلك بالتوازي مع مواصلة تقديم الدعم المالي والعسكري لكييف في مواجهة العملية العسكرية الروسية. ما بين دعم عسكري وحديث عن السلام، تتأرجح المواقف الأوروبية حيال الأزمة الروسية الأوكرانية،
فمنذ أيام أعلنت واشنطن وعدة دول أوروبية تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا عقب اجتماع ضم الحلفاء في ألمانيا من أجل مساعدة كييف على صد التقدم الروسي في الشرق الأوكراني ومساعدتها في إنجاح هجومها المضاد التي تركز على التوغل في الأراضي الروسية وخاصة منطقة كورسك. إلا أن الإعلان عن الدعم العسكري لكييف أعقبه تصريحات للمستشار الألماني أولاف شولتس أعلن خلالها أن الوقت حان لتكثيف الجهود الدبلوماسية من أجل إحلال السلام في أوكرانيا بشكل أسرع وإنهاء الحرب المتواصلة منذ عامين ونصف عام بين موسكو وكييف. وتأتي دعوة شولتس في وقت يواجه فيه ضغوطا داخلية متزايدة ترافق مؤشرات على أن الدعم الواسع الذي تقدمه ألمانيا لأوكرانيا منذ بدء الحرب في فبراير 2022 بدأ يلاقي تململاً. وتعد برلين ثاني أكبر مساهم في المعونات العسكرية لكييف بعد واشنطن، وتعهدت حكومة شولتس مرارا بمواصلة هذا الدعم طالما تطلب الأمر ذلك. ورأى المستشار الألماني أن على روسيا المشاركة في قمة دولية مقبلة محتملة للسلام في أوكرانيا بعدما تم استبعادها من لقاء مماثل هذا العام في سويسرا شارك فيه قادة ومسؤولون من أكثر من 90 دولة. من جهته أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداده لإجراء مفاوضات مع كييف على أساس المحادثات التي عقدت في ربيع العام 2022 بعدما كانت موسكو تستبعد أي نقاش على خلفية الهجوم الأوكراني الذي بدأ مطلع أغسطس في منطقة كورسك الحدودية الروسية. وسبق أن أشار الكريملين إلى أن أي اتفاق سلام مع أوكرانيا يجب أن يتضمن تخلي الأخيرة عن أراضي تطالب بها موسكو وهو ما تعده كييف غير مقبول. وقبل الختام مشاهدينا الكرام نذكر حضراتكم بأهم العناوين. الرئيس السيسي يهنئ أبطال مصر في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 ويؤكد أن نجاحهم يمثل علامة مضيئة لمصر. الرئيس السيسي يشدد على محورية دور مصر والسعودية كركيزة أساسية لاستقرار المنطقة. ومدبولي يؤكد أن أولوية الإنفاق خلال المرحلة المقبلة ستركز على مجالات التنمية البشرية بالتوازي مع تحسين مستوى معيشة المواطنين. مشاهدينا في الختام لمزيد من الأخبار يمكنكم دوما تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة أمام حضراتكم. شكرا على طيب المتابعة، تقبلوا تحيات زميلتي حنان عاطف وأنا أمل صالح.